السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من حل المواضيع. في هذا الفيديو راح نشوفوا الموضوع تاع شعبة أدب وفلسفة لدورة 2017. راح نناقشوا مع بعض الموضوع الأول. نبدأ دائما بقراءة النص وشرح الأسئلة والإجابة عنها. Public speakers often begin with a joke or an amusing anecdote to get everyone's attention. Public speakers اللي هما المتحدثون في العامة، المتحدثون العامون هذوك اللي يوقفوا فوق المسرح ويتحدثوا إلى الناس. Often begin with a joke or an amusing anecdote. في الغالب يبدأوا الحكاية تاعهم، الهدرة تاعهم، يبدأوا بمزحة، يعني يطرحوا مزحة أو طرفة أو حكاية مسلية. To get everyone's attention باش يجذبوا انتباه الجميع. A good laugh at the beginning helps bring an audience together. الضحك الجيد في البداية يساعد على جمع الجماهير. Waiting for the punchline focuses attention on the speaker. في انتظار الجزء المضحك، the punchline هو الجزء المضحك من المزحة. Punchline نقولوا له punchline. Waiting for the punchline focuses attention on the speaker. في انتظار الجزء المضحك من المزحة، هذا يركز الانتباه على المتحدث. يركز الانتباه على المتحدث. In the classroom في الفصول الدراسية أو في الأقسام. Besides getting everyone's attention إلى جانب جذب انتباه الجميع. Humor goes a long way toward fostering a healthy learning environment. Humor اللي هي حس الفكاهة أو الفكاهة goes a long way toward يقطع شوطا طويلا نحو fostering معناها تعزيز a healthy learning environment يعني يعزز بيئة تعليمية صحية. For one thing, it's an icebreaker. وهذا يعود لسبب واحد وهو أن الهيومر هو an icebreaker. حس الفكاهة هو يكسر الجليد، يكسر هذاك الجو هذاك اللي يكون سائد في الأول. It can help open the floor up to a free-ranging topic-oriented discussion. معناها يمكن أن يساعد في فتح باب المناقشة على نطاق واسع وحر، على نطاق واسع وحر. In which students relax enough to become fully engaged. على قلنا نطاق واسع وحر، حيث يسترخي الطلاب. Students relax، يسترخي الطلاب كفاية بما يجعلهم مشاركين كليا في هذه المناقشة. Humor can also misfire. يمكن للفكاهة أن تخفق. It's funny that way that which you consider funny. هي مضحكة بتلك الطريقة التي تعتبرها أنت مضحكة. Others may not. آخرين يمكن ما يعتبروش هذيك المزحة اللي قلت أنت تضحك مضحكة. To be effective in the classroom. باش تكون فعالة في القسم، لتكون فعالة في القسم. Humor must be constructive. يجب أن تكون الفكاهة بناءة. Constructive معناها بناءة يعني مفيدة. Take care to place jokes and anecdotes within the context of material being presented. Take care يعني احرص على وضع النكات والحكايات في سياق المادة. In the context معناها سياق المادة التي تقدمها أو المادة المقدمة. And in a manner that supports the lesson being taught. وبطريقة تدعم الدرس الذي يتم تقديمه. As a pedagogical tool. كأداة تربوية. Humor can help reduce student anxiety. الحس الفكاهة يمكن أن يساعد في تقليل القلق عند الطلاب. Diffuse awkward classroom situations. تخلص من المواقف المحرجة التي تحصل في الأقسام. And increase retention of lecture specific information. والاحتفاظ بالمعلومات الخاصة، يعني تتحب تنصح التلاميذ for example ولا تعطيها لهم على شكل نكتة هكا راح يحتفظوا بها أكثر هذه المعلومة اللي حبيت تتوصلها لهم. Powers هذا اسم عالم نفسي. A psychologist. Powers a psychologist. Powers وهو عالم نفسي. Recommends that you. يوصي بأن use it in moderation. هذه الهدرة تاعو قالنا use it in moderation يعني استعمل الفكاهة باعتدال. You want to teach well. أنت تريد أن تدرس جيدا. Not to be a stand up comic. ماشي باش تكون فكاهي، راك جاي تقرر ماك جاي باش تكون كوميدي ولا فكاهي. For maximum effect. كتأثير أقصى. Humor should be employed deliberately and be very well thought of. For maximum effect كتأثير أقصى. Humor حس الفكاهة should be employed deliberately. لازم يتم توظيفه، يعني توظيفه بشكل متعمد. Deliberately معناها بشكل متعمد. On purpose كما نقوله in English.
and be very well thought of, ويتم التفكير فيه جيدا والله يكون مدروس جيدا. يعني مش غير تجي تعطيهم نيكات هكا في كل المجالات، لازم تتخمم فيها جيدا وتكون تخدم التلميذ وتخدم الدرس اللي راك تقدم فيه. Are the following هذا النص تاعنا general idea تاعو كان يهضر على الهيومر، على الفكاهة، على كي تدخل الفكاهة في التدريس في التدريس. وإذا لاحظتوا هذا راهو النص هذا من الوحدة الأخيرة خلاص تاع we are a family، هي اللي تهضر على الهيومر، هي اللي تهضر على الفاميلي، تهدر عفوا على المشاعر والأحاسيس، كذلك قلنا تهدر على هيومر بشكل أساسي، وبالتالي هذه راهي تعود إلى الوحدة الأخيرة خلاص. عنا are the following statements true or false، دائما نجاوب بtrue ولا false. Write T or F next to the letter corresponding to the statement. Starting with jokes distracts the audience attention، كي نبدأ وقالك كي نبدأ بالمزحات audience attention التركيز تاع الجمهور distract يتشتت. اسكو صح وش قلنا في النص؟ قلنا public speakers لا يبداو بمزحة باش to get everyone's attention، باه يجذبوا انتباه الجميع، لكن هنا راه عطانا العكس، قلنا distract اللي يعني يشتت، يعني يشتت التركيز تاع الاودينس تاع الجمهور. وبالتالي هذه الجملة تاعنا راهي خاطئة، هذه الجملة الاولى false، this is false، نكتبو امامها f false. عندنا getting audience attention is not the only aim of humor، باش يعني قالك باش نجذبو انتباه تاع الجمهور ماشي هو هذا هو برك الهدف الوحيد تاع الحس الفكاهي او الفكاهة. هذه بيان سور صحيحة، على خاطر احنا واش قلنا الهدف تاع الفكاهة ولا الحس الفكاهي هي باغ اكزومبل انك تضحك للناس، انك تخدم توصل معلومات، انك تخدم به الدرس تاعك، لكن هنا قال لك انك تجذب انتباه تاع الجمهور فقط. Getting audience attention is not the only aim of humor، وبالتالي هنايا راهي الجمله صحيحه، على خاطر قالنا باللي getting audience attention انك تجذب انتباه الجمهور ماهوش هذا هو الهدف الوحيد تاع الهيومر، وبالتالي this is true، على خاطر قلنا نستعملوه لاشياء كثيره. Contextualized jokes and anecdotes make humor effective، يعني كي تكون عندنا jokes and anecdotes حكايات وطرائف مرتبطة بسياق معين، هذه هي معنى contextualized، يعني مرتبطة بنطاق معين ولا بسياق معين ولا بموضوع معين، make humor effective تجعل حس الفكاهة فعالا، هذه true. قلنا كي تكون مرتبطه بموضوع معين بار اكزومبل تحب توصل لهم معلومه، كي توصلها بحس فكاهي هذيك يرتبطوا بها اكثر ولا يحتفظوا بها اكثر، وبالتالي this is true. Humor is used for fun only، قلت لكم كلمه only هذه هي اللي دائما تفزد لنا الجمله تاعنا، وبالتالي من خلال only تولي لنا الجمله تاعنا false. على هنا واش قلنا؟ هيومر از يوزد فور فان، بار اكزومبل كون ما قلناش اونلي هذه نحيوها، كون قلنا از يوزد فور فان، حس الفكاهه نستخدموه باش للمرح ولا للضحك، وبالتالي هذه الجمله تاعنا تولي ترو، على خاطر نستعملوه للضحك، نستعملوه حوايج بزاف، لكن هنا قلنا اونلي نستعملوه للمرح ولا للضحك فقط، وبالتالي this is false، على خاطر نستعملوه باش نوصلوا معلومات، نستعملوه باش نوصلوا درس، نستعملوه في كثير من الاشياء، وبالتالي this is false. In which paragraph it is mentioned that، في أي فقرة مذكور أن humor should not be used excessively، وش من فقرة قالنا باللي ما لازمش نستعملو الهيومر الحس الفكاهي بشكل مفرط، for example كي تكون تقدم في الدرس ما تستعملوش بشكل مفرط. وين شفنا هذه؟ شفناها هنايا في الفقرة الرابعة اللي قاعد يهدرنا باورز، هذاك السايكولوجيست هو اللي قالنا use it in moderation، استعملوه باعتدال ما تستعملوش بشكل مفرط. You want to teach well not to be a stand-up comedy. For maximum effect, humor should be employed deliberately and be very well thought of. هذه هي الفكرة تاعنا مذكورة في الفقرة الرابعة، نكتبوا له paragraph 4. This is our paragraph. Answer the following questions according to the text. نجاوب على الأسئلة من خلال النص. How can humor promote a healthy learning environment؟ كيف يمكن لي الهيومر لحس الفكاهي انه يعني يطور لنا بيئه تعليميه صحيه؟ كيفاش قالنا هنايا؟ قالنا healthy learning environment هايليك
For one thing, it's an icebreaker. It can help open the floor up to a free-ranging, topic-oriented discussion in which students relax enough to become fully engaged. هذه هي الإجابة تاعنا. قالناها ليك من قبل fostering a healthy learning environment ما كان والو. لكن بعدها نلقاو علاه يطورنا بيئة صحية تعليمية. For one thing, it's an icebreaker. نقولوا it's an icebreaker. It can help open the floor up to a free-ranging, topic-oriented discussion in which students relax enough to become fully engaged. كي تلقاو الإجابة ما تحبسوش حتى توصلوا للنقطة، ماشي تقطعوا الإجابة في النص، كتبوا له الجملة كاملة حتى تصلوا إلى النقطة النهاية. وبالتالي هذه هي الإجابة تاعنا. Humor can open the floor up to a free-ranging topic oriented. وانتم كملوها. Do people think that humor can always be amusing؟ هل الناس تظن باللي الهيومر حس الفكاهة دائما راهو مضحك ولا دائما راهو يعني يضحك؟ نو no, هذه قلناها لا. عاوين لقيناها قلناها وين راهي؟ For the punch a good that humor can also misfire. يمكن أن تخفق الفكاهة. It's funny that way that which you consider funny. راهي مضحكة بطريقة اللي تعتبرها مضحكة. Others may not. آخرين ممكن ما يعتبروهاش مضحكة. وبالتالي نكتبوا له no. Humor is people don't think that humor can always be amusing. نكتبوا ديريكت مونو فاصلة كلك justify برر. برر كيفاش نبرر؟ نقولوا هذه humor can it's funny that way that which you consider funny. هذه نكتبوها هنايا. But others may not. But others may not يعني آخرون ممكن ما يعتبروهاش مضحكة. This is our second answer. List four positive aspects of humor in classroom. يعني عطينا أربع positive aspects يعني أربع مظاهر إيجابية تاع humor in the classroom تاع حس الفكاهة في القسم. مش يدير قلنا humor it's an icebreaker. هذه واحدة. It can help open the floor. هذه ثانية. It can قلنا reduce student anxiety, diffuse awkward classroom situations, increase retention of lecture specific information. هذو كامل راهم المظاهر الإيجابية تاع الهيومر. هو قال لك جيب لي ربعة نحطوا له ربعة. قلنا it's an icebreaker. هاي لك إجابة تاعنا. It's an icebreaker. Help open the floor up to a free-ranging إلى آخره نكملوها. Supports the lesson being taught. Reduce students' anxiety. Diffuse awkward classroom situations. هذو كامل راهم positive aspects. Copy the title you think is the most appropriate. نقلوا العنوان المناسب. Teaching with humor. التعليم مع حس الفكاهة. Humor in context. الفكاهة ضمن نطاق معين. Teaching humor. تعليم الفكاهة. حذري عندنا تعليم الفكاهة والتعليم مع الفكاهة. يعني تستعمل الفكاهة في التعليم لكن هنا راك تعلم في الفكاهة بعد. وبالتالي عندنا humor in context هذه ما تصلح لناش. Teaching humor اسكو في النص راهو ينعتلنا كيفاش نعلمو الناس الفكاهة؟ No. راهو يعلم ينعتلنا teaching with humor. راهو يحكي على التدريس مع حس الفكاهة. وبالتالي this is our answer. هذه هي الإجابة تاعنا. This is our right, our appropriate title. العنوان المناسب تاعنا. Text exploration. Find in the text words or phrases that are closest in meaning to the following. معناها synonyms. عندنا entertaining يعني مرفه ولا ترفيه. Rest راحة. On purpose يعني عن قصد. Entertaining. وين راهي entertaining؟ هاي ليك entertaining تاعنا. Public speakers often begin with a joke or an amusing. Amusing معناها مرفهة أو مضحكة. وبالتالي entertaining تساوي amusing. نكتبوها هنا. هاني كتبتها له. Rest معناها نستريح. وبالتالي وراهي rest تاعنا؟ قالنا حوسوا في الفقرة الثانية على rest. نحوسوا في الفقرة الثانية. عنا هذه كاملة ما فيهاش. It can help range topic in which students relax enough to become fully engaged. وبالتالي relax هي الإجابة تاعنا. ونكتبوها هنا. نكتبوها هنا تحت rest. نكتبو تساوي relax. And on purpose عطانا في الفقرة الرابعة. نحوسوا على كلمة on purpose. عندنا هنايا humor should be employed deliberately عن عمد. on purpose معناها عن عمد. وبالتالي deliberately كذلك معناها عن عمد. نحطها هنايا deliberately. on purpose تساوي deliberately. Ask the questions which the underlined words answer.
يعني نسأل أسئلة على هذه الأشياء المسطرة. Waiting for the punchline focuses attention on the speaker. ركزوا معي مليح في هذا السؤال. Waiting for the punchline focuses attention on the speaker. على واش رانا نهضروا هنايا؟ نهضروا على الخدمة تاع waiting for the punchline. الانتظار الجزء المضحك يركز الانتباه على يركز الانتباه على المتحدث. احنا دائما قلنا نرجعوها العربية ومن بعدها ترجمها في بالانجليزية. دونك كي نسألوا سؤال على الانتظار الجزء المضحك كي نترجموها بالانجليزية كي عفوا كي نطرحوا سؤال عليها نقولوا ماذا نقولوا ما هو الشيء الذي يركز الانتباه على المتحدث. احنا شنو هو الشيء تاعنا اللي يركز الانتباه على المتحدث؟ هو waiting for the punchline. Waiting for the punchline focuses attention on the speaker. دونك كيفاش نقولوا what focuses attention on the speaker؟ وشنو هو اللي يركز الانتباه على المتحدث؟ هو waiting for the punchline. وبالتالي السؤال تاعنا قلت what focuses attention on the speaker. نكتبوا what focuses attention on the speaker الإجابة تاعنا. What focuses attention on the speaker. واو كتبتها كبيرة بزاف. What focuses attention on the speaker. نكملوا ونديروا في الأخير علامة استفهام تاعنا. عندنا for maximum effect كتأثير أقصى. Humor should be employed deliberately. Humor should be employed deliberately. الفكاهة لازم يتم استعمالها باعتدال. والله عفوا عن قصد يعني on purpose لازم نتعمدوا كيفاش نستعملوها. For maximum effect لتقصي يعني باش نأثروا أقصى تأثير. هنا for maximum effect هو الهدف. رانا نهضروا على الهدف. Humor should be employed deliberately. نهضروا على الهدف. ليه لازم الفكاهة يتم استخدامها بتعمد والله عن عمد. الهدف تاعنا هو باش نحدث اقصى تاثير. وبالتالي كيفاش نسالوا على الهدف؟ نقولوا what for. What for. What نقولوا what should humor be employed deliberately for. وشنو لماذا لماذا والله من اجل ماذا يتم استعمال الفكاهه متعمدا؟ لماذا نقولوا for maximum effect. دونك نقولوا what should humor be employed for. لما من اجل ماذا يجب يعني من اجل ماذا نتعمدوا نستعملوا الفكاهة. for maximum effect من اجل تأثير اقصى. هذا هو الإجابة تاعنا. Classify the following words according to the number of their syllables. قلنا صنفهم على حساب عدد syllables. Syllables قلنا هما أصوات الفاولز وليس عدد الفاولز في الكلمة بل أصوات الفاولز. عندنا example هنا joke. Joke. شحال من فاول عندنا؟ عندنا ال O وعندنا ال E. Donc عندنا ال O وعندنا ال E. عندنا two vowels ولكن احنا قلنا نهضروا على صوت تاع الفاول. عندنا joke. شحال من صوت رانا نسمعو غير في صوت واحد اللي هو صوت الاو. نسمعو جوك. الاو ما عندها هنا ما عندها حتى تاثير. وبالتالي جوك جي في وان سيلابول. جي في وان سيلابول عندها وان سيلابول اللي هو الاو. عندنا لافتر. لافتر عندنا تو سيلابولز مالغري عندنا 3 فاولز لكن عندنا صوتين فقط تاع سيلابول تاع الفاولز عفوا اللي هو لاف. عندنا صوت الاو. عندنا لاف عندها 2 syllables. Students. Students. عندها 2 syllables كذلك. Students. Effective. Effective. رانا نسمعوا في ثلاث أصوات. صوت الـ E الأولى. E. ف صوت الـ E الأولى. And تيف اللي هو صوت الأخير. عندنا 3 syllables. الـ E في الأخير ما عندها حتى أثر. دونك وبالتالي effective. عندها 3 syllables. عندنا filling the gaps with only 4 words from the list below. عندنا lesson درس. School مدرسة. Mean تعني. Literature الأدب. Funny مضحك. Say يقول. Humor doesn't have to. Quick wit. Teachers can break laughs into their plans by incorporating
materials like silly world problems, political cartoons or satirical. Humor doesn't have to. في حس الفكاهة لا يجب أن أن هنا خاصنا verb بعد to جينا verb. وش من verb عندنا؟ lesson ماشي verb, school ماشي verb, mean verb, literature ماشي verb, funny ماشي verb, و say هو verb. هنا إحنا نهضرو على humor doesn't have to say quick wit. quick wit هذه وش معناها؟ خفة الدم أو سرعة البديهة. هذه وش معناها quick wit؟ يعني humor doesn't have to say. اسكو حس الفكاهة ما لازمش يقول؟ no, هذه ما تصلح لناش. وبالتالي تبقى لنا mean. humor doesn't have to mean quick wit. humor doesn't have to يعني حس الفكاهة ما لازمش يعني quick wit, ما لازمش يعني سرعة البديهة. teachers can bake, هذه نكتبو الجهية الأولى. teachers can bake laughs into their plans. الأساتذة ممكن أنهم يدمجوا into their plans في الخطط تاعهم كما نقولوا الخطط. اسكو هنايا الأساتذة واش متعلق بهم؟ متعلق بهم lesson, متعلق بهم school, literature يعني شوية ماهيش بزاف, funny say هذو كامل ما نحتاجهمش. وبالتالي تبقى لنا بين school وبين lesson. اسكو نقولوا teachers, عندنا teachers can bake laughs into their school, الأساتذة يدخلوا والله يدمجوا الضحك في مدرسة في المدرسة. no, ولكن في الدرس, في خطط الدرس تاعهم. وبالتالي هنا يجي في lesson plans, في الخطة تاع الدرس تاعهم, into their lesson plans by incorporating, وذلك من خلال, ولا من خلال incorporating معناها دمج, materials like silly word problems, من خلال دمج lesson تنينا منها school خلينا منها mean خلينا منها literature أدب. اسكو literature materials حوايج يعني هو بيحكي لنا هنا كيفاش حتى يدخلوا الهيومر واللافس في الدرس تاعهم من خلال funny materials, من خلال يعني حوايج مضحكة funny materials like silly word problems, political cartoons or satirical literature, أدب الساخر, الأدب الساخر. عنا literature, this is our word, يعني نقوم باستبعاد كل كلمة الفعل, نشوفوا بلاصة الفعل وين ونستبعدوا الكلمات حتى يخلصوا لنا. هو قال نستعملوا ربع برك, استعملنا ربع فقط. عنا هذه هي الإجابة على الموضوع تاعنا تاع شعبة أدب وفلسفة. ندور كان ننتقلوا إلى الفقرة, نهدروا شوية على الفقرة نشرحها لكم وحاولوا تديروها. Using humor when teaching can help with classroom management as well as create a warm atmosphere and help students relax. Using humor when teaching, استعمال الفكاهة في التدريس can help with classroom management, يعني يمكن أن يساعد في إدارة ولا التحكم في القسم, as well as create a warm atmosphere, كذلك يخلق جو دافئ, and help students relax, ويساعد التلاميذ على الاسترخاء. Write composition saying how far you agree with this statement, يعني تهدر في الفقرة تاعك كيفاش يعني على لماذا راك تتوافق مع هذا التصريح, هذا تاع قال لك هيومر راه مفيد للتدريس وذاك, انت راك توافق على هذه الفكرة, احكي عليها راك توافق عليها. ice breaking to start lessons increasing motivation يعني يحفز يحفز. creating safe atmosphere يخلق جو آمن. building positive behavior يصنع تصرف إيجابي. promoting better engagement and participation يعني يصنع better engagement يعني أفضل مشاركة, أفضل يعني engagement and participation مشاركة أفضل من طرف يعني for example التلاميذ. هذه نظن فقرة سهلة جدا, حاولوا أنكم تديروها ومن بعد إن شاء الله راني صحح ونحط لكم التصحيح. عندي فكرة كذلك, بما أنه يعني أنا بنت لي طريقة مملة جدا, بما أني أنا نهدر ونشرح زعما وتما تسمعوا فقط وأنا ينحل, هذه جتني طريقة مملة جدا. دونك واش رايكم انه نعود ونحلو مباشر, يعني ندير لايف ونحلو مع بعضنا, نتوما تكونوا حضرتوا الموضوع من قبل ونحلو الموضوع مع بعضنا, منها نتناقشوا, منها اللي ما فهمش حاجة يقول انا ما فهمتش, بنت لي احسن من اني انا نحلو نتوما تتفرجوا, هذه بنت لي احسن. دونك قولوا لي واش رايكم في لي كومونتير, ان شاء الله توصلوا للاخر تاع الفيديو برك وتسمعوا هذا الاقتراح.
على كل راح نزيد نقول لكم في الفيسبوك كذلك وش رايكم. دونك هذا هو بالنسبة للموضوع الأول الخاص بشعبة أدب وفلسفة لسنة 2017. نتلاقاو في الفيديو المقبل بإذن الله، نحلوا بكالوريا 2017 دائما. الموضوع الثاني حاولوا أنكم تحلوه وتحاولوا فيه باش يعني تعرفوا وش راني ندير. ربي يوفقكم إن شاء الله. نتلاقاو في الفيديو القادم بإذن الله. إلى اللقاء وبالتوفيق.